عبرت يا عدنان ايش حالي بقرية دير حنة. شو اللي صار معك؟ كنت باللعبة اجيت على السيارة لقيت الجمش بقلبها. وين السيارة كانت موجودة؟ الحنيون. الحنيون. مين بتتوقع اللي كسر لك اياه؟ عم بيطار مين؟ طيب حتى كلمة صغيرة هي عليها. لا ولا شيء ولا شيء بدناش احنا بس شو اللي بأكد لك يعني هي كانت بين سيارات البطار؟ بين سياراتهم كانت وشو السبب؟ حاطط صورة الأقصى؟ شافوا صورة الأقصى. صورة الصخرة هاي. الصخرة. صورة الصخرة المشرف. صورة الصخرة. نعم. طيب يعني أنت متأكد إنه الجماعة اللي كسروا؟ طيب بتقدم شكوى إشي أنت للبوليس؟ لا مش حرزان الحكاية. أها بس طبعاً حجر بخوف. هذا من الغل. من الغل طبعا من الغل والغلب. طيب شكرا.